بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن الايزوتروبياز بانواعها المختلفه، واليوم هركز ان شاء الله تعالى على الايرلي اونست ايزوتروبيا، يعني الايزوتروبيا اللي بتيجي في وقت مبكر. حقيقه لما بنلفظ كلمه تروبيا سواء ايزو او اكزو او هايبر او هايبو، بنعني حاجه اساسيه، وانه هذه الحول ظاهر، يعني بيحتاجش لاي تيست لانه نعرف انه هذا عنده يعني حول ظاهر، حول واضح، تمام. بيحتاج لتستات لتقييمه ومعرفه كميته. الايزوتروبيا تعتبر النوع الاكثر شيوعا في انواع الحول، واللي بتشكل اكثر من 50% من انواع الحول المختلفه لوحدها. طبعا في نوعين اساسيين او تقسيمه بتقسم الايزوتروبياز ل نوعين اساسيين، اللي هو كوميتانت ديفيشن وانكوميتانت ديفيشن، يعني متجانس وغير متجانس. في الكوميتانت ديفيشن لما بقيس في الهوريزونتال جيز بوزيشنز، في البرايمري بوزيشن، في الرايت جيز، في الليفت جيز، القياسات الثلاثه ما بتفرقش عن بعض اكثر من 5 بريزم دايوبتر، يعني تقريبا ذا سيم. بينما في الانكوميتانت ديفيشن بيكون في عندي فرق واضح بين الرايت جيز والليفت جيز والبرايمري بوزيشن، زي في حالات السكس نيرف بالسي. طبعا الانكوميتانت ديفيشن بنعني فيه يعني موستلي اللي هو اما باراليتيك ايزو ديفيشن او ريستريكتيف ايزو ديفيشن. باراليتيك ايزو ديفيشن زي ايش؟ زي السكس نيرف بالسي، هيعمل لي ايزوتروبيا من النوع اللي هو بسموه انكوميتانت او باراليتيك يعني ايزوتروبيا. الريستريكتيف زي الميديال وول فراكشر، ويعني الميديا ريكتس بصير لها انترابمنت في الميديال وول تاع الاوربت، وبصير عندي ايزوتروبيا. هذولا مش هنتكلم عنهم، هنتكلم عن الايرلي اونست ايزوتروبيا. حقيقه قبل ما نتكلم عن الايرلي اونست ايزوتروبيا، التقسيمه تاعت الايزوتروبيا بانواعها يعني مختلف عليها، مش متفق عليها جدا. يعني على سبيل المثال المايكروتروبيا سيندروم او المايكروتروبيا بحد ذاتها هي يعني ممكن تدرج تحت تقسيمة الايزوتروبيا، وممكن تدرج تحت تقسيمات تانية زي الاكزوتروبيا. فبالتالي طالما انه ممكن تيجي في الجهتين، معناته فيش تقسيمة متفق عليها وموحدة في العالم كله لا الايزوتروبيا. الاهم من اني انا اركز واني اصر على اني اعرف التقسيمة، الاهم من ذلك اني اعرف ايش وضع الباينوكيولار فانكشن عند هذا المريض او هذا الطفل، ايش وضع الريفراكتيف ايرور، واذا كان بامكاني اصلح الريفراكتيف ايرور واستعيد الباينوكيولار سنجل فيجن بطريقه او باخرى، بيكون اهم من اني اشغل نفسي كثيرا في موضوع يا ترى هذا مع الاكزوتروبيا احطه ولا مع الايزوتروبيا. نيجي نحكي عن موضوعنا الرئيسي اللي هو الايرلي اونست ايزوتروبيا. حقيقة الايرلي اونست ايزوتروبيا فيها علامات كثيرة، وسهل بالغالب انه الانسان يعني يتعرف عليها كتشخيص. بس قبل ما نحكي عنها بدنا نقول لغاية عمر 4 شهور من سن الطفل او من ميلاد الطفل، اذا كان في عندي infrequent episodes of convergence هذه تعتبر يعني ممكن اعتبرها normal. بنركز على كلمة infrequent، يعني أحيانا الأهل بيلاحظوا إنه العينين بتدخل لجوا، وأحيانا بيلاحظوها طبيعية. قبل سن 4 شهور مش لازم أنا أخاف، لأنه البرين بيكونش لحق يعمل good control على الآي موفمنت. بعد 4 شهور هذه infrequent episodes أو نوبات قليلة من دخول العين لجوا لازم أخذها على اساس انه في مشكله عندي ولا بد من التعرف عليه. طيب لو قلنا السن اقل من 4 شهور بس عندي كونستانت ايزو ديفيشن ولارج انجل، هذا يعتبر حول. طبعا الايرلي اونست ايزوتروبيا لها اسماء اخرى، ممكن بعض الناس تسميها كونجينيتال ايزوتروبيا، بعض الناس تسموها اسينشال ايزوتروبيا او انفانتايل ايزوتروبيا. طبعا لو سالنا الاهل من امتى بدا الطفل لاحظوا عليه انه عينيه بيدخلوا لجوا، تمام، كثير منهم بيحكوا انه عند الميلاد. بس لما ندقق في الاسئله بنلاقي انه كثير منهم مش متذكرين اذا طفلهم فعلا كان في عنده حول عند الميلاد ولا لا. اما المتفق عليه انه هذا النوع من الحول
لغاية 6 شهور من العمر بيكون ظهر، بيكون يظهر على 2 3 شهور، بس مش مؤكد انه بينشأ تماما عند يعني من اول لحظة بيولد فيها الطفل. وعشان هيك كتير من العلماء بفضلوا استخدام انفانتايل ايزوتروبيا على اساس انها في عمر الانفانسي، في عمر الرضيع، بتصير مش مباشرة عند الولادة، او المصطلح العام اللي احنا حنستعمله الايرلي اونست ايزوتروبيا، يعني تنشأ مبكرة. طبعا هذا الطفل في له علامات كثيرة بتحدد التشخيص. within the first 6 months of age، يعني هذه البداية. ثاني حاجة، طالما انها مش اكوموداتيف ايزوتروبيا واللي هي موضوعنا الاكبر واللي حيتلو، معناته فيش ريفراكتيف ايرور، او الريفراكتيف ايرور طبيعي لسن هذا الطفل. نو سيجنيفيكانت، هي ثاني علامة، نو سيجنيفيكانت ريفراكتيف ايرور. طب كيف عرفت انه نو سيجنيفيكانت ريفراكتيف ايرور؟ لما اعمل سايكلوبليجيا للطفل واعمل ريتينوسكوبي واشوف انه في حدود البلس 1 لبلس 2 لهذا العمر، طبعا 6 شهور الاولى من العمر يعتبر طبيعي، ما فيش سيجنيفيكانت ريفراكتيف ايرور. نو ليميتيشن اوف اوكيولار موفمنتس، نو ليميتيشن، هذه ثالث علامه، يعني الادكشن كويس، الابدكشن كويس، عشان ما اشكش مثلا انه 6 نيرف بالسي او فايبروزيس او شيء معين. يعني الاوكيولار موفمنت اوكي، هذه علامات تعتبر من علامات الايرلي اونست ايزوتروبيا. تضاف الى العلامات اللي بتخليني اصل بكل تاكيد للتشخيص، من ضمن العلامات الانجل لارج، عشان هيك ما بيتخربطش فيها الانسان. انجل اوف سكوينت از لارج، يعني ايزوتروبيا عندنا اكثر من او تساوي 30 بريزم دايوبتر، تمام، ممكن توصل 60 و70 و90 بريزم دايوبتر، يكون عندي سيفير ايزوتروبيا. طيب في البرايمري بوزيشن في عندي alternating fixation، يعني مره بركز بعينه الشمال واليمين بتدخل، ومره بركز بعينه اليمين والشمال بتدخل. اذا in primary position، في البرايمري بوزيشن alternating fixation، طيب في السايد جيز الانسان منا بيحتاج في حياته بالضبط انه يطلع على اليمين مره على الشمال مره. في عندي كروس فيكسيشن في السايد جيز. ايش يعني كروس فيكسيشن؟ بدنا نفهمها. يعني في الايرلي اونست ايزوتروبيا بيستخدم عينه الشمال عشان رؤيه الرايت فيلد، وبيستخدم عينه اليمين عشان رؤيه ايش؟ الليفت فيلد. بمعنى كل عين وين موجهة بتشوف المنطقة اللي هي موجهة عليها. طالما هو بيستخدم عينه اليمين عشان يشوف الليفت فيلد، معناته هذه العين مش محتاجة تعمل ابدكشن، تمام، وعشان بيستخدم عينه الشمال لرؤية الرايت فيلد، معناته الرايت اي مش محتاجة تعمل ابدكشن عند النظر لليمين. يعني بيستخدم عين واحدة في كل لاترال فيلد، في كل لاترال فيلد. هذا ممكن يخربط الانسان اللي بيفحص ويقول ربما يكون عنده بايلاترال 6 نيرف بالسي. ليش؟ حيظن الانسان اللي بيفحص انه هذا فيش ابدكشن عنده. هو في ابدكشن عنده بس هو مش محتاج للابدكشن لانه في عين قائمه بما يلزم للرؤيه، قائمه بما يلزم للرؤيه. ساعتها احنا لازم نتاكد هل في ابدكشن ولا ما فيش ابدكشن، لانه اذا فيش فعلا ابدكشن معناته الدايجنوزيس تاع الايرلي اونست ايزوتروبيا نهار تماما. احنا قلنا من ضمن الشروط no limitation of ocular movement، لازم اتأكد انه كل الاوكيولار موفمنت في الاكسنتريك جيز بوزيشنز طبيعية، تمام. طيب كيف اتأكد انه بيقدر يعمل ابدكشن؟ هذه احدى الوسائل الممتازين. اذا هذه طبعا الوسيلة الاخيرة اللي بألجأ لها، في حاجة اسمها دولز هيد مانيوفر، يعني بأمسك الطفل من راسه وبلف راسه على ناحية، عينيه حيروحوا على الناحية الثانية فحألاحظ الأبدكشن، بعدين بلف راسه على الناحية الثانية فعينيه بيروحوا عكس ذلك، فبالتالي بألاحظ الأبدكشن في العين الثانية. إذا عشان أعرف الأبدكشن بيصير ولا لا، في عندي ثلاث وسائل.
أول وسيلة دولز هيد مانيوفر. تاني وسيلة روتيتنج ذا تشايلد، يعني بمسك الطفل وبلف فيه على أساس يصير عنده نستاجماس، روتيشن نستاجماس، وبالتالي بلاحظ إحدى العينتين حتروح في وضع الأبدكشن. بألف العكس العين الثانية حتروح في وضع الأبدكشن. طب ما نفعش ساعتها بعمل covering of one eye، covering of one eye لفترة ممكن دقائق أو ممكن توصل لربع ساعة أو نص ساعة. covering of one eye حاكتشف إنه كل عين بتقدر تعمل أبدكشن، وبتأكد من إنه القضية يعني مش قضية إنه ما فيش أبدكشن، إنه هذا just cross fixation. تمام؟ just cross fixation. من ضمن العلامات احنا وصلنا كم علامة؟ ست علامات لحتى الآن. من ضمن العلامات أيضا إذا rotating the child، هنا حكينا هنا covering one eye، بعدين بعمل covering للثانية عشان أشوف الأبدكشن في العين اللي بتضل مفتوح. من ضمن العلامات أيضا الأطفال هذولا أو جزء منهم بيكون عنده نستاجمس، عنده نستاجمس اللي هو رقم 7 نستاجمس. مش الكل حقيقة بس كتير منهم بيكون عندهم نستاجمس. النستاجمس هذا له عدة ميزات، تمام، وله نوعين، إما latent أو manifest latent. إيش هو النستاجمس؟ خلينا نعرف إيش هو النستاجمس. رقرقة العين، تمام؟ رقرقة العين باختصار شديد عشان ننتبه لها، العين ما بتكون تطلع على تارجت، الرقرقة بتتم بحركة بسموها defoveating movement، ثم حركة تصحيحية بسموها refoveating movement. ايش يعني defoveating movement؟ يعني العين لما بتطلع على تارجت معين مثلا في سبب معين بحرفها عن هذا التارجت، فبدل ماسورة التارجت تسقط على الفوفيا بتصير تسقط على اكسترا فوفيا الاريا، الدماغ بنتبه برجع الصورة على الفوفيا. فاذا defoveating movement بعدين refoveating movement. هذا النستاجمس بصورة بسيطة جدا، اذا تساوت سرعة defoveating movement مع refoveating movement يعني الروحة والرجعة تساوت في السرعة بتسمى بنديولار نستاجمس. بنديولار نستاجمس، عارفين البندول البسيط ايش هو؟ تاع الساعة، مش حركاته متساوية السرعة يمين وشمال، تمام، وبيضل يهتز بسرعة متساوية. اذا النستاجمس في العينتين اذا كان سرعة الذهاب نفس سرعة الإياب، أو الديفوفيشن دي يعني إزاحة الصورة نفيها عن الفوفيا، تمام، وري يعني إرجاعها للفوفيا، تمام، إذا تساوت في السرعات بتسمى بنديولار نستاجمس. إذا ما تساوت بالسرعات يعني كانت الديفوفيشن بطيئة طبعا عادة والريفوفيشن سريعة، يعني هي الديفوفيشن هاي العين يا بنات، الديفوفيشن بطيئة بعدين الدماغ بنتبه برجعها بسرعة، بعدين بطيئة بعدين برجعها بسرعة، تمام. إذا كانت السرعات مختلفة بتسمى جيرك نستاجمس. طيب الجيرك نستاجمس لابد من إني أعطي له اسم. يطلق على الجيرك نستاجمس اسم هو عبارة عن الاتجاه تاع الحركة السريعة، بمعنى انتبهوا معايا هيك شوية، هاي العينين في الوضع الأساسي صار سلو دريفت للشمال، سلو، بعدين صار كوركتيف فاست موفمنت لليمين للبرايمري بوزيشن فاست، هذا ايش بتسمى؟ رايت بيتنج نستاجمس.
right beating nystagmus. Right beating nystagmus. طيب لو قلنا صار slow drift upward. بعدين صار fast corrective movement down to the primary position. بسموه down beating nystagmus. Down beating nystagmus مش معناته انه العين تنزل فيه لتحت، لا هي بتطلع سلولي لفوق بعدين بترجع بسرعه للبرايمري بوزيشن. رجوعها بسرعه اعطى الاسم انه هذا رجعت باتجاه الداون، تمام؟ وفي عندي اب بيتنج نستاجمس، وفي عندي رايت بيتنج نستاجمس، وفي عندي ليفت بيتنج نستاجمس. باختصار الجيرك نستاجمس البندولار من اسمه معروف، بندولار يعني متساوي السرعات في جميع الاتجاهات، بياخذش اسم الا اسمه العام. بس جيرك اذا قلت جيرك نستاجمس معناته ايش؟ لابد من احدد اتجاهه وين. بدي احدد اتجاهه هو نفس اتجاه الحركه السريعه. النستاجمس اللي عندي الايرلي اونست ايزوتروبيا من نوع الجيرك نستاجمس. ايش معنات من نوع الجيرك نستاجمس؟ يعني بالضبط، يعني في سلو ديفوفييتنج موفمنت وفاست ريفوفييتنج موفمنت، او بدل ما نقول سلو وفاست بنقول ديفوفييتنج بيرسوت موفمنت وريفوفييتنج ساكيد او ساكاديك موفمنت، تمام؟ طيب الان يا ترى طالما احنا قلنا النستاجمس المصاحب للايرلي اونست ايزوتروبيا جيرك، معناته لازم احدد اتجاهه. النستاجمس هذا جيرك وله خاصيه يعني مميزه جدا جدا له. ايش هي الخاصيه تاعت الجيرك نستاجمس المصاحب ل الايرلي اونست ايزوتروبيا؟ قبل ما نقول عن هذه الخاصيه بدنا نحكي نقطه واحده. لو انسان ما عندوش ايرلي اونست ايزوتروبيا وقلنا عنده رايت بيتنج نستاجمس فهو طول حياته رايت بيتنج نستاجمس. اب بيتنج نستاجمس معناته الاتجاه بتغيرش تاع النستاجمس الا في حاله الايرلي اونست ايزوتروبيا. في حاله الايرلي اونست ايزوتروبيا النستاجمس له الخصائص التاليه. اول حاجه انه ليتنت. ايش يعني ليتنت؟ خفي، بمعنى وهو مفتح عين التنتين فيش نستاجمس. بنغطي عين بنشا الليتنت نستاجمس اللي هو عباره عن جيرك نستاجمس. اتجاهه في اتجاه العين المفتوحه، يعني لما بنغطي للطفل اللي عنده ايرلي اونست ايزوتروبيا بنغطي له عينه اليمين بصير عنده جيرك نستاجمس في عينه الشمال، واتجاهه وين؟ بسموه ليفت بيتنج نستاجمس، تمام؟ غطينا العين اليمين تحول من ليفت بيتنج لرايت بيتنج فاذا هو ليتنت وبيغير اتجاهه حسب اتجاه العين الاوبن اي، يعني اتجاهه يساوي اتجاه الاوبن اي، معناته مره بيكون رايت بيتنج ومره بيكون ليفت بيتنج. طيب ايضا من خصائص بعض المرضى اللي عندهم ايرلي اونست ايزوتروبيا ممكن يكون عندهم مانيفست ليتنت نستاجمس. هو نفس الليتنت نستاجمس بس بنشوفه. ليش سميناه مانيفست ليتنت؟ هو بيظهر بدون ما نغطي اي عين من العينتين، بس لما بنغطي عين من العينتين بتزيد شدته يعني هو موجود بصوره خفيفه، غطينا عين من العينتين زاد بكثير، فبالتالي بنسميه مانيفست ليتنت، يعني في جزء منه مانيفست وجزء منه ايش؟ ليتنت. اما الليتنت بيكون هو مفتح عينيه التنتين وضعه كويس مش مبين اي نستاجمس عنده. اذا سابع علامه مانيفست ليتنت نستاجمس او نستاجمس بصوره عامه، واللي قلنا عنه ايش؟ جيرك نستاجمس. لغايه الان سبع علامات، بدنا نكمل بعد هيك. قلنا الريفراكتيف ايرور حنخليها من ضمن العلامه الثانيه، طبعا في حدود البلس واحد لبلس اثنين، وهذه مش سيجنيفيكانت لانها تعتبر مناسبه لسن الطفل، تمام؟ مناسبه لسن الطفل. ايضا في نوع ثاني من النستاجمس بدنا نحكي عنه بتفصيل شويه، اللي هو اسيمتري اوف اوبتوكاينيتيك نستاجمس. عارفين الاوبتوكاينيتيك درام؟ الاوبتوكاينيتيك درام لو انا مشيتها او لفيتها امام عين واحد، عينيه حتتبع التارجت اللي عليها او الخطوط اللي عليها السترايبس اللي عليها باتجاه الحركه، حتعمل بيرسوت
بعدين ترجع تستقبل الخط اللي بعده أو التارجت اللي بعده، يعني هتعمل بيرسوت باتجاه معين بعدين تعمل سكيت بالاتجاه اللي إيش غيره. وجدوا عند الأطفال الطبيعيين، نحكي عن الطفل الطبيعي، الطفل الطبيعي لو سكرنا عين من عينيه التنتين واختبرنا المونوكيولار، مونوكيولار اوبتوكاينيتك نستاغماس، هذا الطفل عمره اقل من 6 شهور، اقل من 6 شهور وطبيعي، طفل طبيعي. خلينا الاوبتوكاينيتك درام تلف بالاتجاه هذا من النيزل، من اتجاه النيزل للعين هاي باتجاه التمبورال، بعدين هنلاحظ انه صار عنده اوبتوكاينيتك نستاغماس، بعدين عكسنا اللففان يعني صارت من التمبورال للنيزل، بنلاقي اي طفل طبيعي تحت سن 6 شهور الريسبونس تاعه لما نلف له الدرام هذه من النيزل سايد للتمبورال سايد يعني بالاتجاه هذا تمام امام عينه تمام less well developed than لما نلف له اياها بالاتجاه العكسي، يعني الريسبونس تاعه بيكون اضعف لما نلف له من النيزل للتمبورال وبيكون اقوى لما نلف له من التمبورال للنيزل. لغايه 6 شهور من العمر هذا موجود عند الاطفال الطبيعيين وبيطلق عليه اسيمتري اوف اوبتوكاينيتك نستاغماس، يعني المونوكيولار نستاغماس لما الف الاوبتوكاينيتك درام هيك من النيزل للتمبورال بيعطيني ريسبونس، بس هذا الريسبونس اضعف مما الف في العكس تمام. بعد سن 6 شهور بيصير سيمتريكا، الا عند الايرلي اونست ايزوتروبيا هذا بضل على طول، بضل على طول اسيمتري اوف اوبتوكاينيتك نستاغماس، عشان نفهم الكلمه هاي من وين اجت. طبعا احنا باختصار لما بنقول اسيمتري اوف اوبتوكاينيتك نستاغماس بدنا نفهم هذا الكلام اللي حكيناه. ايضا من ضمن العلامات المميزه واللي ممكن تكون او ما تكونش ساعه ما يجي الطفل عندي للفحص، وصلنا اي رقم يا بنات؟ 8 ولا 9؟ 9 اللي هي 8 اللي هي اسيمتري اوف اوبتوكاينيتك نستاغماس، هذا بيظهر عند الاختبار على الاوبتوكاينيتك درام تمام، اما هذا موجود مع كثير من المرضى اللي عندهم ايرلي اونست ايزوتروبيا. الان بنيجي ل 9 اللي هي بعض المرضى او كثير من المرضى ممكن 50% او اكثر بيكون عندهم اي او او انفيريور اوبليك اوفر اكشن. الانفيريور اوبليك في اي وضع بنختبرها؟ ان اند اب. هذا المريض او هذا الطفل لما بيكون عنده مثلا رايت انفيريور اوبليك اوفر اكشن لما بنقول له يطلع على الليفت بنلاقي المنظر هذا. هذا بتسمى inferior oblique over action، يعني بدل ما العينتين يروحوا بالتساوي وباتزان وعلى نفس الليفل to the left side، طالما اجت هذه العين في وضع الادكشن اللي هو وضع عمل الاوبليكات بنلاقي العين شردت لفوق لانه في عنده inferior oblique over action، هذه رايت وهنا ممكن تكون unilateral او bilateral، هنا left inferior oblique over action. ايضا من ضمن العلامات اللي هي العلامه العاشره DVD dissociated vertical deviation، لغايه بلوغ هذول الاطفال سن الثلاث سنوات كثير منهم بيصير معاه DVD، وخاصه اذا كان من علاماته الاوليه وهو عمره صغير كان من ضمن العلامات موجود النستاغماس، هذا بتوقع جدا بعد هيك انه يصير عنده DVD، بتوقع جدا يصير عنده DVD dissociated vertical deviation. اثناء ما هذا المريض او هذا الطفل يكون مركز في شيء معين بنلاقي احدى العينتين او لما اغطي العين الثانيه العين اللي تحت الغطاء او اللي بيوصلها ضوء اقل بنلاقيها عملت slow up movement with x cyclotorsion، يعني بتطلع لفوق. نفرض غطينا العين هاي هاي الغطاء، بنلاقي انه هذه العين طلعت بالتدريج لفوق وعملت كمان ايش
اكسايكلوتورشن، يعني تحت الغطاء حتكون مبينه ايش؟ عامله لفوق اكسايكلوتورشن. وهذه من الحالات النادره اللي احنا بنشوف فيها الاكسايكلوتورشن عيانا. احنا قلنا التورشن الموفمنت بتكونش واضحه لنا في الوضع الطبيعي، بس هنا ممكن يكون الدي في دي سيفير ونلاحظه بالعين المجرده وببساطه نلاحظ كيف العين بتطلع وكيف بتعمل اكسايكلوتورشن، وايضا لما نرفع الغطاء عنها كيف بتنزل وكيف بتعمل انتورشن عشان ترجع لوضعها الطبيعي. الان لما بنرفع الغطاء وبتنزل لوضعها الطبيعي، مفروض لما تنزل حسب هيرينج لو هذه ايش؟ تنزل، الا انه هذه بتنزل لحالها بدون اي حركه من هاي، وعشان هيك الدي في دي هي الاستثناء الوحيد الذي لا يخضع لهيرينج لو. فاكرين في حول واحد احنا حكينا هيرينج لو له استثناء وحيد وشيرينجتون لو له استثناء وحيد اللي هو دوين سيندروم. اذا دي في دي اللي هي ديسوشيتد فيرتيكال ديفيشن، وعشان هيك اخذت اسم ديسوشيتد لانه اثناء تعديلها لنفسها تمام، بعد ما نرفع الغطاء او بعد ما ينتبه هذا الطفل ما بيصيرش عمل مرافق من العين الثانيه، انه هذه نزلت هذه تنزل على قبالها، لا هذه بتطلع لحالها اندر كفر وبتنزل لوضعها الطبيعي بدون يعني ما تخضع لهيرينج لو. طبعا هنا الايرلي اونست ايزوتروبيا بالهيرشبيرت تست تقريبا 30 بريزن، هو فيكسيتنج وذ ذا ليفت اي تمام، والرايت اي سكوينتنج. طبعا عنده كمان بالاضافه للايرلي اونست ايزوتروبيا عنده سودو ايزوتروبيا لانه ايبيكانتيك فولز، ايبيكانتيك فولز. طبعا هذا بالنسبه للكروس فيكسيشن، هو بيستخدم عينه الشمال للرايت فيلد وعينه اليمين للليفت فيلد، بينما لما اعمل كفر بكتشف انه الليفت اي بتقدر تعمل ابدكشن، فهذا مش موضوع 6 نيرف بالسي او ريستريكشن في الابدكشن. كيف نعالج هدول المرضى اللي عندهم ايرلي اونست ايزوتروبيا؟ نرجع للهيستوري تيكينج ونقول احنا غالبا لما بناخذ هيستوري وبنكتشف انه الاونست اوف سكوينت بيفور 6 مانثز اوف ايج، يعني از ايرلي اونست يعني مينز يعني موست بروبابلي وي ويل نيد سيرجري. اذا early ocular alignment gives the best chance of child developing some kind or some form of binocular function. حقيقة زمان في بدايات القرن العشرين وما سبق كان في يعني جدال بين العلماء عن على موضوع early onset ايزوتروبيا، يا ترى مستاهل نشتغل جراحة ولا فيش أمل في استعادة البينوكيولاريتي. وورث سمعتوا في الاسم هذا الورث فور دوت تيست. وورث حقيقة كان له نظرية انه في عندي الفيوجن سنتر خلقيا في الدماغ، الفيوجن سنتر اللي بدمج لي الصورتين بيكون في مشكلة او مش متطور، وعشان هيك يعني فيش اي فايدة من اجراء الجراحة. اجى بعده تشافيز حكى لا انه مشكلة الايرلي اونست ايزوتروبيا هي مشكلة ميكانيكية، ميكانيكال بروبليم، وعشان هيك كل ما انا يعني سرعت في الحل كل ما انا قدرت استعيد اللي هو البينوكيولاريتي ولو جزئيا، وانه احصل على سنسوري فيوجن بدرجه يعني مقبوله وجيده. طبعا تقدم علم التخدير ادى الى انه في امكانيه لاجراء الجراحه في اشهر مبكره من عمر الطفل، وفعلا اجريت عمليات كثيره على الاطفال تحت سن سنتين او بالاحصح من سن 6 شهور لسن سنتين، وجدوا انه في جود ريزلتس، وهذا شجع انه النظريه الثانيه ربما تكون هي الايش؟ يعني الافضل، وانه مش قضيه انه فيوجن سنتر مش موجود، يعني ما بنقدر احنا نصل 100% للوضع الافضل او السليم، بس ممكن نصل لوضع ممتاز جدا ويكون في سام باينوكيولاريتي. طيب ايش نعمل؟ طبعا ايديالي ذا ايز شود بي سيرجيكالي الايند باي ذا ايج اوف 12 مانثس اند ات ذا فيري ليتست باي ذا ايج اوف 2 ييرز، يعني as soon as possible هذا النوع من الحول بده تدخل جراحي. طيب ليش ما بنلبسش نظارة؟ عشان فيش significant refractive error، فيش significant refractive error. طبعا عشان استعيد البينوكيولاريتي او جزء منها واحصل على sensory fusion كويس لازم اعمل العملية as soon as possible تمام. The initial procedure ممكن اللي هي العملية الاولى تكون ارخاء ريسيشن
of both medial recti أو نشتغل على عين واحدة ممكن يعني نرخي الميديال ريكتس ونشد اللاترال ريكتس. بعض المرضى اللي بيكون عندهم لارج انجل ممكن نشتغل على 3 muscles او 4 muscles احيانا نرخي البوث ميديال ريكتاي ونشد البوث لاترال ريكتاي على اساس انه الزاويه بتكون كبيره. البعض الاخر بفضل لا انا بشتغل عين وبقيم قديش ضل انجل عندي من السكوينت وباشتغل العين الثانيه طبعا. فبالتالي طبعا الفيري لارج انجلز مي ريكواير يعني 6.5 ملم ريسيشن للميديال ريكتس او مور. طبعا ال 6.5 ملم يعتبر كميه كبيره وطبعا في جداول يعني لهذا الغرض بتحدد لي قديش الانجل اوف سكوينت وقديش لازم احنا يعني نرخي او نشد في العضلات. هل بنتهي دورنا مع مريض الايرلي اونست ايزوتروبيا بمجرد ما يعمل العمليه؟ طبعا لا، في متابعات ومتابعات كثيره. من ضمن الاشياء اللي بدنا ناخذ بالنا فيها اذا كان عنده انفيرير اوبليك اوفر اكشن لابد من التعامل معه، لانه الانفيرير اوبليك اوفر اكشن وخاصه اذا يعني سيجنيفيكانت يعني ممكن تحتاج تدخل جراحي، فممكن تجرى في نفس العمليه اذا كانت يعني موجوده وظاهره او تجرى في عمليه اخرى اذا ظهرت لاحقا. طبعا ما هي مواصفات العملية الناجحة للإيرلي أونست إيزوتروبيا؟ طبعا معروف أنه الهيلينج بروسس للمسلز على سطح السكليرا تمام، والقياس بواسطة الهيرشبيرغ تيست لأنه طفل في هذا العمر 6 شهور مش ممكن أقيس له الألترنيت بريزم كفر تيست تمام. فبالتالي قضية الهيرشبيرغ تيست، قضية يعني مهارة الجراح، قضية اللي هي الهيلينج بروسس ممكن تتحكم في النتيجة. يعني مش ضروري او مش هنستطيع في كل مره انه نجيب القياس لزيرو، القياس لزيرو يعني حتى في يد امهر الجراحين. يعتبر العلماء متفقين انه alignment of the eyes to within 10 prism diopters associated with peripheral effusion and central suppression يعني احاوله من large angle isotropia لميكروتروبيا تمام يعتبر satisfactory result، يعتبر نتيجه ناجحه. ليش؟ لانه اذا دخل في المايكروتروبيا حيستعمل عينين التنتين، بس العين المايكروتروبيك حيكون فيها سنترال سبريشن سكوتوما بسيطه، بس البريفيرال فيوجن واللي قلنا عنه انه هو الاهم للباينوكيولاريتي طبعا بيصير عندي يعني سم كايند اوف باينوكيولاريتي. هذه السمول انجل اللي بتضل طبعا بتضلش بارادتنا، يعني احنا مش متعمدين قادرين نحط نخليه صفر وقلنا لا خليه 7 مثلا بريزم او 8 بريزم، لا هذه الانجل اللي بتضل يعني تعتبر ستيبل. وعلى الرغم من انه البايفوفيال فيكسيشن بتحققش بس حيكون في عندي فوفيا، حيكون عندي سودو فوفيا يعني حيكون مونو فيكسيشن سندروم، بس في عندي اللي هو باينوكيولاريتي مبنيه على اللي هو المونو فيكسيشن سندروم. طبعا الصوره العليا قبل التدخل الجراحي والصوره السفلى بعد التدخل الجراحي. طبعا good ocular alignment، واذا كان في عندي inferior oblique over action لازم اتعامل معه. ما هو العلاج التابع للعلاج الرئيسي اللي هو العملية؟ اول حاجة under correction، يعني احتمال يصير عندي under correction، بمعنى كان عندي الانجل مثلا 50 بريزم، بعد العملية لقيت انها 20 بريزم، اتحسنت طبعا اتحسنت بس ما نزلت تحت العشرة. احنا اتفقنا انه اللي بنزل تحت العشرة قياسه يعتبر satisfactory result. اذا الخمسين بريزم لما صارت عندي 20 بريزم ايزوتروبيا معناته لسه عندي الطفل under corrected ما تصلح كامل، وبالتالي بده ايش شغل كمان عملية جراحية على العضلات اللي ما انشغلتش قبل. ايه الانفيريور اوبليك اوفر اكشن ممكن ما تكونش ساعة ما يجيني الطفل، بس ممكن تتطور بعد هيك غالبا على عمر سنتين وممكن تحتاج يعني جراحة. احنا لما بنقول عضلة اوفر اكتنج معناته الجراحة تاعتها ويكنينج، هي اوفر اكتنج بدي اضعفها عشان ما تصيرش اوفر اكتنج. في وسائل كتير يعني لتضعيفها وحنيجي نحكي عنها في حينه في يعني محاضرة اللي هو الاسترابيزما السيرجري. طبعا من ضمن الاشياء اللي بضعف فيها اللي هو الويكنج البروسيجر بتاعت الانفيرور اوبليك زي الريسيشن الارخاء، زي الديس انسيرشن الخلع من مكانها
أو الميكتومي لإزالة جزء منها بالكامل، إزالة جزء منها بالكامل. هاي الانفيرور اوبليك اوفر اكشن، ليفت انفيرور اوبليك اوفر اكشن. الدي في دي ايضا بتصير عند بعض الناس اللي عندهم ايرلي اونست ايزوتروبيا، ممكن العمليه تكون ناجحه جدا وبعد فتره يجوا الاهل يشكوا انه صرنا نلاحظ شيء غريب. فبالتالي من البدايه، من البدايه لما باجي بقى احكي بعد الفحص مع الاهل وبحكي لهم عن المشكله الرئيسيه اللي هي الايزوتروبيا، الايرلي اونست ايزوتروبيا، بدي اعطي تحذير للاهل انه في احتمال يصير عندي انفيريور اوبليك اوفر اكشن، زياده نشاط في عضله، في العضله المائله السفليه، او بيتسمى بلغتنا هنا حول وربي، تمام. وممكن ارسمه لهم على ورقه على اساس انه ايش هذا، او حول راسي غير متجانس دي في دي، انه بعض هذا لما يسرح ممكن تطلع عينه لفوق، او لما يكون مركز في شيء معين. ليش انا بحذر الاهل من هذه القضيه؟ حتى لما تصير ما يفكروش انه هذه القضيه ناتجه عن العمليه اللي اجريت، ناتجه عن العمليه اللي اجريت. بحذرهم بقول لهم احتمال يحتاج العمليه لهذه الاشياء اذا ظهرت، ما ظهرتش معناته ما احنا مش محتاجين لاجراء اي تدخل في هذه القضيه. ايش هي الدي في دي؟ عباره عن اب دريفت وذ اكس سايكلو تورشن، يعني بنحكي عن العين اليمين اب دريفت وذ اكس سايكلو تورشن، تمام. دريفت يعني ببطء، تمام. اوف ذا اي وين اندر كفر، لما بتكون مغطيه العين، او لما سبونتينيوسلي لحالها، لما يكون المريض مش منتبه او سرحان، او سرحان. لما بنرفع الكفر او المريض بينتبه، الافكتد اي will move down without a corresponding down drift of the other eye. طالما ما صارش داون دريفت اوف اذر اي، هذه نزلت من فوق وهذه ما نزلتش من البرايمري بوزيشن، معناته الدي في دي داز نوت اوبي هيرنج لو، لا تخضع ولا تحترم هيرنج لو، وبالتالي يعني هذا الاستثناء الوحيد. لما انا بشوف في عين دي في دي لازم احاول ابحث عن الدي في دي في العين الثانيه، ممكن يكون في العين الثانيه الدي في دي خفيف جدا لدرجه اني افكر انه مش موجود، تمام. وحصلت كثير انه تم اجراء عمليه جراحيه للدي في دي في 1 اي، وبعد ما تصلحت الدي في دي في 1 اي اكتشفنا تمام انه في الاذر اي بس كان خفيف. امتى ظهر؟ لما تصلح الدي في دي الاشد، تمام. فبالتالي لازم احاول انه اكتشف، هو غالبا الدي في دي بيكون في البوث ايز بس بيكون اسيمتريكال، في عين شديد وفي عين بيكون خفيف. طبعا السيرجيكال تريتمنت للدي في دي از انديكيتد وين ذا كونديشن از كوزمتيكالي ان اكسبتابل. في ناس عندهم دي في دي خفيفه جدا يا دوبها ملاحظه، الانسان اللي بيدقق كثير اللي بيلاحظها، اما في الاوضاع العاديه مش ملاحظه، هذا بيلزموش حاجه بس يعني جاست فولو اب. اما بالنسبه اذا كان كوزمتيكالي ان اكسبتابل، يعني لما بيسرح او بيركز في شيء عينه بتطلع كثير وواضحه جدا، ساعتها هذا بده تدخل جراحي بهدف انه تحسين المنظر او يعني تحسين اللي هو الكوزموتيك ايشو. طبعا وسائل علاج الدي في دي حاجتين، اما انا بعمل سوبيريور ريكتس ريسيشن او بعمل انفيريور اوبليك انتيريور ترانسبوزيشن، وهذا حنيجي نشرحه في وقت اللي هو محاضره اللي هي السكوينت سيرجري. اما برخي السوبيريور ريكتس عشان ما تقدرش العين تطلع لفوق، وممكن اعملها بوستيريور فيكسيشن سيوتشر، وهذا برضه حنحكي عنه، او اني بعملها ايش انفيريور اوبليك انتيريور ترانسبوزيشن. بس نحكي كلمه بسيطه، الانفيريور اوبليك الانسيرشن تاعها وين؟ بوستيريور انفيريور تيمبورال كوادران، بوستيريور. اذا هي في البوستيريور بعد الاكويتر بتتثبت جوا، تمام. الان لما بقول انتيريور ترانسبوزيشن يعني بدي امسك الانسيرشن تاعها اشيله من مكانه واحطها قدام الاكويتر، فبتصير بدل ما هي اليفيتور بتصير ديبريسور، فبصير عندي ثلاثة ديبريسور في العين و1 اليفيتور اللي هي السوبيريور ريكتاس، وهذا حنيجي نشرحه في وقته. هاي العين الشمال فيها دي في دي اندر كفر طلعت مقارنة مع العين اليمين، وفي البراكتس حنورجيكم ان شاء الله بعض الحالات. من ضمن المتابعات اللي انا بتابعها لمريض الايرلي اونست ايزوتروبيا الامبليوبيا،
الأمبليوبيا ممكن تتطور عند 50% من الحالات ويمكن أكثر. ليش؟ لأنه بعد العملية كثير من الأطفال بفضل عين معينة للفيكسيشن، فبتصير العين الثانية هي المايكروتروبيك، فممكن تصير أمبليوبيك، فممكن تصير أمبليوبيك. طبعا أنا بدي مهم جدا مهم جدا أتبع الموضوع هذا وأستعمل الأنتي أمبليوبيا ثيرابي مثلا الباتشينج أو ما شابه عشان هذا، عشان أتفادى الأمبليوبيا. أيضا من ضمن المتابعات، مش معناته أنا عملت له سايكلوبليجيك ريفراكشن قبل العملية مرة إذا خلصنا، لا، إحنا عارفين أنه الكيرف تاع الهايبرمتروبيا بصعد بعد سن السنتين لغاية 6 سنوات، احتمال يحتاج ريفراكتيف كوركشن. ممكن العينين يكونوا ويل ألايند وممتازين جدا بعد العملية، بس بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة يجوا الأهل يقولوا إحنا رجعوا العينين بوضع إيزو أو يدخلوا لجوا، معناته أنا أبدأ أفكر إنه الطفل بدأ يعمل أكوموديشن، بدأ يلتحق في الروضة أو في المدرسة، فبالتالي بدي أعمل له ريفراكشن ضروري في المتابعات لو كل 6 شهور مرة، حتى إيش يعني إذا كان بلزم كوركشن يعني أكون يعني جاهز بالكوركشن بتاعي. يا ترى احنا قربنا نخلص الديفرنشال دياجنوزز، يعني ايش الحاجات اللي بتشبه الايزوتروبيا او الايرلي اونست ايزوتروبيا واللازم انا اخذ بالي منها؟ الديفرنشال دياجنوزز كونجنيتال بايلاترال 6 نيرف بالسي. كيف اتاكد ان الطفل هذا ما عندوش 6 نيرف بالسي؟ بغطي عينه، واذا تحركت العين المفتوحه في وضع الابدكشن اذا هذا مش 6 نيرف بالسي، اذا هذا مش 6 نيرف بالسي. السكندري او السنسوري ايزوتروبيا ديو تو اورجانيك اي ديزيز، يعني من ضمن الفحص حنفحص الفندس تمام، وحنعمل سايكلوبليجيك ريفراكشن، حنشوف الاوبتيكال ميديا هل في عندي كونجينيتال كاتاراكت ولا مثلا عندي فيتريس اوباسيتي ولا ريتينال ديزيز تمام. فبالتالي السنسوري او السكندري بسموها سنسوري ايزوتروبيا ناتج عن ديكريز في السنسيشن، وقلنا السنسيشن بتاع العين هو الفيجن، هو الفيجن تمام. او نستاجماس بلوكج سيندروم، هذا نستاجماس بلوكج سيندروم هذا عباره عن هوريزونتال نستاجماس بس بخف لما هذا الطفل يعمل كونفيرجنس، فبيضطر يضل عامل كونفيرجنس عشان يتخلص من النستاجماس. طب ليش بده يتخلص من النستاجماس؟ عشان يوضح الصوره امامه، العين وهي بتهتز رؤيتها بتكون صعبه ومهتزه امامها، فبالتالي الكونفيرجنس دامبنز بخفف من الهوريزونتال نستاجماس. طبعا كيف نعرف انه عنده نستاجماس بلوكج سيندروم؟ النستاجماس نقدر نشوفه لما نعمل ابدكشن، وعاده الطفل بيعمل فيس تيرن تو فيكسيت ان ذا ادكتد بوزيشن، بالضبط بيلف راسه عشان هذه العين مثلا تيجي في الادكشن، هذه في الابدكشن، طب في الابدكشن ببين النستاجماس، فبيغمض عينه بالطريقه هاي وبصير يتطلع بالقد، فيكون عنده فيس تيرن باتجاه معين وبتطلع بواسطه العين المفتوحه وهي ادكتد، لانه الادكشن بخفف النستاجماس. طب اذا هذه ادكشن، هذه حتكون ابدكشن فبغلقها، فبالتالي النستاجماس بلوكج سيندروم طبعا هو مقارنه مع الايرلي اونست ايزوتروبيا حيكون ايش؟ حيكون رير. لدوين سيندروم تايب 1 و 3 بيجوا بايزوتروبيا، مش حنحكي عنهم الان لانه في لهم تفصيله يعتبر ريستريكتيف سكوينت، بس تايب 1 و 3 بيجوا بايزوتروبيا، تايب 2 بيجوا باكزوتروبيا تمام؟ اما تايب 1 و 3 بيجوا بايزوتروبيا، وفي علامات كثير سهله اللي تخليني اميز لدوين سيندروم عن اللي هو الايرلي اونست ايزوتروبيا، بس حنحكيها في موعدها. ايضا الموبيا سيندروم برضه حنحكي عنه في السبيشال سيندرومز، مش حنحكي عنه الان، هو والاسترابيزماس فيكسس. كل هذه الاشياء لابد ان ايش؟ اميزها عن الايرلي اونست ايزوتروبيا. حقيقه مش صعب تمييزها، بس انا بدي اعد العلامات بتاعتي اللي بتخليني انا متاكد من قضيه اللي هو الدياجنوزيس بتاعي، ويعطيكم الف عافيه.